عايز اكلم حضرتك على السؤالين او الشغل الشاغل لجماهير النادي الاهلي، ومرورا طبعا بمباراه امبي بكره. بس خلينا نعرف بس قائمه الفريق اللي اختارها مستر الموسيماني عشان مواجهه امبي. معانا زميلنا شريف شعبان يكلمنا عن تفاصيل القائمه. شريف مساء الخير. مساء الخير زميلي احمد، تحياتي لحضرتك طبعا ونجم مصر كابتن ماهر همام ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يمكن مستر موسيماني النهارده اجتمع مع اللاعبين حوالي ساعه قبل بدايه المران، اتكلم فيها عن نقاط القوه والضعف الفريق امبي. كان في محاضره فيديو النهارده الفريق امبي اتكلم فيها عن التشكيل اللي ممكن يلعب بيه بكره في مباراه امبي، والمران يمكن استغرق حوالي ساعه ونص اتكلم فيه ووقف كتير في التقسيمه ووجه في اللاعبين يتحركوا ازاي، يقفوا ازاي، يستلموا ازاي، حاجات تكتيك جدا. الراجل بيسايب حاجه اللي بيتكلم فيها، وقف النهارده تقسيمه اكتر من مره يمكن حوالي 20 مره بيتكلم فيها عن كل صغيره وتفصيل، عاوز اللعيب يسمع الكلام، يتحرك بشكل معين، يستقبل الكره بشكل معين، تحركات بشكل معين. فالراجل بيسايب حاجه اللي ما بيتكلم فيها. يا رب باذن الله بكره يكون موفق باذن الله ويحصل ثلاث نقاط جداد تضاف الى رصيد النادي الاهلي والى رصيده. اعلن الان يمكن فقط وحصريا طبعا لشاشه قناه النادي الاهلي قائمه ال 22 لاعب اللي هتخش معسكر بعد قليل. يمكن بجواري الحافله اللي يستقل فريق النادي الاهلي، والاهلي بالمناسبه بيستقل حافلتين طبقا للاجراءات الاحترازيه او البروتوكول الطبي ما بين وزاره الصحه ووزاره الشباب والرياضه. الاهلي بيستقل حافله للجهاز الفني وحافله للاعبي فريق النادي الاهلي. يمكن القائمه 22 لاعب في حراسه المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، احمد طارق سليمان، محمد هاني، ايمن اشرف اللي كان عليه شكوك كتير جدا قبل بدايه المران النهارده. يمكن النهارده ايمن اشرف شارك بكل قوه النهارده واعلن جاهزيته لمباراه الغد. احمد فتحي، اليو ديانج، حمدي فتحي، وليد سليمان، جونيور اجاييه، حسين الشحات، مروان محسن، الصاعد الواعد فارس طارق، ايضا الصاعد الواعد محمد مغربي، محمد شكري، عمرو السليه، افشه، صالح جمعه، كهربا، شادي رضوان الصاعد الواعد ايضا، ومحمد فخري. قائمه بتضم 22 لاعب باذن الله يا رب بكره يكونوا موفقين. بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي زي ما قلت لك، ايمن اشرف شارك بقوه النهارده في المران واعلن جاهزيته طبعا الشناوي باذن الله تباعا باذن الله في خلال الايام القادمه باذن الله يكون جاهز للمباراه الافريقيه باذن الله. مش عاوزين قلق باذن الله، احنا بندعم علي لطفي ما بيقلش حاجه خالص، هو ومصطفى شوبير تدعيمنا كله وكلنا واقفين ورا علي لطفي ومصطفى شوبير قد مرحله قادمه، وباذن الله الشناوي ويحرص عليه النادي الاهلي في مباراه الاهلي والوداد المغربي. معاك زميلي احمد لو عندك اي استفسار. بشكرك، شكرا. تحب ليك اي استفسار كابتن ماهر؟ لا ده ما شاء الله يعني تقرير وافي. شكرا يعني. شكرا جزيلا شريف شعبان زميلنا طبعا العزيز شريف شعبان. دي قائمه النادي الاهلي بكره. يعني طبعا حراسه المرمى يعني طبعا اهم حاجه راحت الشناوي عشان يبقى جاهز للمواجهه الاهم ماتش الوداد. انا مش مع الاستعجال في الدفع بيه، واعتقد الجهاز الفني طبعا بيمشي في نفس الاتجاه. والحقيقه انها كمان فرصه انه علي لطفي يخش فورمة. علي بعيد بقاله فترة ومحتاج ياخد كذا ماتش، يعني حتى لو كان الشناوي حالته سليمة اعتقد كمان كان المفروض علي لطفي ياخد ماتشين، لكن المشكلة الأساسية في خط الدفاع. هنتكلم على ماتش امبي بكرة ومرورا بامبي طبعا وصولا لبيراميدز والوداد. بس